فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو هل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسائل إلى أهل المغرب وأهل القيروان يدعوهم إلى التوحيد؟ نعم، له رسالة أرسلها إلى أهل المغرب موجودة في الرسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه؟ لأن أهل المغرب يأتون للحج ويلتقون بالمشايخ ويلتقون بالشيخ. نعم.